سيدات والسادة، أسعدتم أوقاتا. نعاود الآن التواصل مع محاضرات سحر البدايات. كنا قد انتهينا إلى المحاضرة الخامسة، وكانت عن بداية التاريخ. المحاضرة السادسة هي بداية الزراعة، كيف بدأت الزراعة من وجهة نظر العلم. نعيد وننشط الذاكرة ونقول بأن الإنسان في عصور ما قبل التاريخ كان قد بدأ بمراحل أو عصور متسلسلة، من ضمنها الباليوليت بأقسامه الثلاثة، الأسفل والأوسط والأعلى. ثم ننتقل إلى الميزوليت، والحقيقة هذا عصر الميزوليت هو العصر الذي سبق اكتشاف الزراعة. في عصر الميزوليت كانت هناك ثقافتان في منطقة الشرق الأدنى التي هي المنطقة التي نحن فيها. الثقافة الكبارية استمرت من 18500 قبل الميلاد إلى 12000 قبل الميلاد، وكانت في مناطق بلاد الشام بشكل خاص، انطلقت من هناك. أهم صفات هذه الثقافة أن الميكروليث ظهر، بمعنى الأدوات الحجرية الدقيقة أو الصغيرة، وظهرت معه البيوت الدائرية التي على شكل الثالوث. في المرحلة الثانية التي ظهرت أيضا من فلسطين، هذه المرة ظهرت الثقافة النطوفية في حدود 13000 قبل الميلاد إلى 9000 قبل الميلاد، وكان من أهمها تدجين الحيوانات وليس أكثر من هذا. وكان أيضا هناك أدوات جديدة ظهرت بسبب هذا التدجين، ظهرت الأدوات العظمية وظهرت الأدوات الحجرية أيضا. في شمال وادي الرافدين ظهرت ثقافة مميزة، هي الثقافة الزرزية المسماة على اسم كهف زرزي، في حدود 12000 إلى 8000 قبل الميلاد. امتازت يعني أهمية هذه الثقافة الزرزية، وما زلنا في الميزوليث اللي يسمى في مناطقنا بالإبي باليوليت، يعني لا يسمى بالميزوليث. الميزوليث تقريبا تسمية في مناطق أوروبا بشكل خاص وبقية العالم، في مناطقنا يسمى بالإبي باليوليت اللي هي ما بعد الباليوليت الأعلى أو المجاور له. وهذه الثقافة ظهرت فيها شيء مهم جدا، مهد للزراعة، تسمى بالزراعة البرية وليست الزراعة الاصطناعية التي هي الزراعة المعتمدة. الزراعة البرية تقول بأن الإنسان انتبه لوجود مجموعة من المزروعات وبدأ يحددها، يحدد هذه ويراقبها ويأخذ منها، يحصد منها، وهكذا كل عام وكل عام بعد عام، بمعنى أنه انتبه إلى إمكانية الاعتماد على حقل معين طبيعي لكنه محدد من قبله. هذه تسمى الزراعة البرية، وظهرت هذه المستوطنات، مستوطنات الزراعة البرية، في مناطق زاوج جيمي في شمال وادي الرافدين أو زاوج جيمي، وظهرت أيضا في قرى أخرى مثل ملفعات وكريم شهر وغيرها. وهذه الحقيقة في نفس هذه المرحلة ظهرت هياكل الموت اللي تكلمنا عنها دائما في شمال وادي الرافدين أو وادي الرافدين الأعلى نسميه. فظهرت هياكل الموت في كوبيكلي تبة التي هي نوع من الإسكاتولوجيا أو طقوس ما بعد الموت. ثم نأتي إلى عصر الزراعة الذي سنتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل، اللي هو العصر النيوليت، العصر الحجري الحديث، والذي يتضمن
ثلاث مناطق في وادي الرافدين. والحقيقة لماذا نحن نسأل، لماذا يؤخذ وادي الرافدين كنوع من القياس، كنوع من المكان القياسي؟ لأن الحضارات أو عفوا الثقافات تواترت فيه بشكل طبيعي وبشكل متسلسل وناضج، في حين كان تواترها عشوائيا إلى حد ما في بقية المناطق، لم تكن منتظمة إلى هذا الحد في الإنجاز، في تميز الإنجاز. فثقافات النيوليت في وادي الرافدين هي ثقافة جرمو وثقافة الصوان وثقافة حسونة ثم ثقافة سامراء. نذهب الآن حتى نميز تميز بسيط، نقول أن جرمو اكتشفت فيها الزراعة وظهرت فيها أول قرية فلاحية وظهرت فيها عبادة الإله الأم والفخار، هذا موجز الحقيقة. أما في الصوان فقد ظهر المزار الديني، في حسونة ظهر الغزل والحياكة وظهر أول رسم لوجه بشري، في سامرة ظهرت السواستيكا والمندالة ويناظرها في جنوب الأناضول شتال حيوك وهياكل أثيران. ننتقل الآن إلى نعيد إنعاش الذاكرة، فنقول بأن الميزوليت في وادي الرافدين تضمن على تدجين النباتات وتدجين الحيوانات. وقد يستغرق البعض كيف أن النباتات تدجن؟ نعم تدجن لأنها ترعى من قبل الإنسان، الإنسان ينتبه لها ويسيطر عليها. وقد ظهرت هذه الثقافة في الميزوليت بين 12,000 قبل الميلاد إلى 8,000 قبل الميلاد، اللي في حدود 4,000 سنة. ظهرت هنا الزراعة البرية، أول تدجين للنباتات قبل الزراعة الحقيقية، ثم ظهرت تدجين الحيوانات في هذه المرحلة. وتتضمن هذه الثقافة، هذه المرحلة، خمس مناطق في شمال وادي الرافدين مهمة جداً، وهي كهف زرزي حيث ظهرت الزراعة البرية في حدود 12,500، كهف بالي كورا بداية التدجين والزراعة في حدود 12,400 قبل الميلاد، ثم كهف أو منطقة الحقيقة أو قرية زاوي تشيمي اللي هي أقدم قرية في العالم، ولكننا ما زلنا في مرحلة الزراعة البرية، خرج الإنسان من الكهوف واستوطن في هذه المناطق. ثم منطقة ملفعات التي ظهرت فيها الزراعة البرية وبيوت الحجر البيضوية في حدود 10,000 قبل الميلاد. وفي المرحلة أو المنطقة الخامسة هي كريم شهر، حيث بداية ظهور الدمى الطينية الآدمية في حدود 9,000 قبل الميلاد. لاحظ في هذه الخريطة أول الأماكن التي تم فيها تدجين الحيوانات التي مهدت للزراعة. لاحظ شمال إيران، هناك في حدود 11,000 دجنت الماعز، وفي حدود شمال يعني جنوب الأناضول شمال وادي الرافدين دجنت الخنازير ودجن الماشية في حدود 10,000. في نفس هذا الزمن أو ما يسبقه بقليل دجنت الكلاب واستخدمت للحراسة والصيد. وفي بلاد الشام، باتجاه بلاد الشام، دجنت الأغنام. هذه المناطق هي المناطق الأولى لتدجين domestications of animals، أول مراحل تدجين الحيوانات. الحقيقة المرحلة الانتقالية نسميها، المرحلة الانتقالية هي أول موقع للمرحلة الانتقالية هو كهف زرزي في محافظة السليمانية، اكتشف عام 1928. ماذا وجدت فيه؟ وجدت آلات حجرية صوانية دقيقة نسميها المايكروليث. المايكروليث هي الحيوانات، عفوا الأدوات الحجرية الدقيقة، يعني صغيرة على شكل سهام صغيرة تقريبا، هندسية الشكل استخدمت في الصيد. وسميت صناعات هذا العصر
بالصناعات الزرزية نسبة إلى هذا الكهف، وعثر أيضا على مكان آخر هو بالي كورة، عددناهم قبل قليل في محافظة سليمانية أيضا، وظهرت عظام الحيوانات ويعود قليل منها لأنواع داجنة. مع العظام ومع الأدوات الحجرية الصوانية ظهرت المجاريش، هاي مساعدات في عملية الاتجاه نحو الزراعة اللي هي تستخدم الطحن، الهاونات والمدقات، وكلها كانت محاولات أولية في حقل الزراعة والتجين. وعندما فحصت هذه الأدوات ظهر بأنها تعود بواسطة الكربون المشع 14، ظهر بأنها تعود إلى 12400 قبل الميلاد بلس ماينس 280 سنة، يعني زائد ناقص. واستخرجت آثار هذا العصر من طبقة في كهف شنيدر وسميت بهذه الأسماء. الآن نريد أن ندخل مباشرة على الموضوع. أول أماكن الزراعة البرية كما قلنا ملفعات وزاوية شمه، ولكن ظهرت في منطقة قوس في حدود بين 8000 قبل الميلاد إلى 7000، ظهر قوس يمتد عبر الهلال الخصيب من شمال إيران وباتجاه جنوب الأناضول، شمال وادي الرافدين وباتجاه بلاد الشام إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا القوس اللي هو نسميه الآن بالهلال الخصيب كان هو مهد الزراعة الأول. كانت قرية جرمو تتوسط هذا المكان في منطقة في تقريبا غرب كركوك. هذه المنطقة تقع في مرتفع يقع شرق مدينة شمشمال بحوالي 50 كيلومتر، وهكذا بدأ هذا العصر يتكون هنا، عصر جديد بعد زمن طويل جدا من العصر الحجري القديم ثم الميزوليت الوسيط. بدأ الإنسان بشيء جديد هذه المرة. طبعا قد يبدو لكم الأمر بسيط وهو أن الزراعة اكتشفت، الحقيقة هذا أمر ليس بالبسيط، لأن هذا الأمر تداعى بسرعة ونتج عنه فيما بعد حضارة الإنسان الجديدة اللي هي الحضارات التي نعرفها. كيف؟ نبدأ بأن هناك فصائل متعددة ومختلفة من القمح والشعير والعدس وتربية الخراف والماشية ظهرت في هذه المنطقة في منطقة جرمو. يناظر هذا المكان تقريبا منطقة في بلاد الشام هي أريحة التي ظهرت فيها قرية زراعية صغيرة في 1007 قبل الميلاد. إذا ننتقل من وادي الرافدين إلى بلاد الشام، لأن هذه المنطقة كلها منطقة النيوليث في العالم، يعني النيوليث في بدايته في العالم بأكمله. الزراعة في بلاد الشام ظهرت هنا حيث دارت تنقيبات في أريحة تقريبا منطقة تل السلطان في فلسطين، تضم مجمعا سكنيا لفلاحي العصر الحجري الحديث لما يقرب من 1000 نسمة هناك، وأن الموقع محمي بجدار واسع، ولكنها تبقى قرية زراعية وليست قرية وليست مدينة كما يقال. لماذا؟ لأن فيها قلعة وفيها مواقع دفاعية، ولم يظهر المعبد لحد الآن في هذه المنطقة. هناك موقع وادي الفلاح الثاني وموقع المرابط في سوريا الذي يضم بيوتا دائرية وبيضوية وتماثيل للإلهة الأم، وهناك تل أبو هريرة وتل البيضة وتل الرماد ومجده التي تشهد على ظهور مبكر للزراعة. إذن بلاد الشام أيضا ظهرت فيه الزراعة بشكل مبكر، وهذه تماثيل للإلهة الأم بشكل خاص ولبعض الأدوات الحجرية التي لها علاقة بالإلهة الأم أو بغيرها. تأخرت قليلا الزراعة في مصر وظهرت في حدود 5000 قبل الميلاد، حيث انتقلت من بلاد الشام إلى مصر، وتشهد على ذلك مواقع
الفيوم والعمرة وبداري، هذه المواقع ظهرت في هذه في حدود 5000، لاحظوا في حدود 7000 ظهرت في بلاد الشام، في حدود 8000 ظهرت في مناطق شمال وادي الرافدين. إذن هذا الزمن كان كافي لأن تنتقل الزراعة وتنتشر في منطقة الهلال الخصيب بأكمله. في إيران ظهرت أيضا بوقت مبكر يقارب 7000 أو 8000 قبل الميلاد. هذا منطقة، لاحظوا هذا الحدود الفاصلة بين العراق وإيران، وهنا ظهرت على الحدود مناطق كثيرة جدا، وخصوصا في الشمال مناطق زراعية في مناطق علي كوش وتبة سياليك وباكون تبة وباكون وتبة هزار وتبة كيان. تبة معناها مرتفع. ثم نذهب إلى آسيا الصغرى اللي هي الآن بلاد الأناضول، تظهر لنا موقع مميز جدا جدا، وهو منطقة شتال حيوك. الحقيقة اسم الصحيح هو شطل حيوك، شطل بمعنى شوكة، هو فعلا اسمه تل الشوكة، شطل شطل حيوك شوكة، إذن هو تل الشوكة شطل حيوك، الذي يضم الموقع، هذا الموقع يضم مجموعة من الهياكل الدينية. تطورت الأمور بحيث ظهرت رسوم نسور ومليئة هذه هذا المكان مليء برؤوس الثيران كما ترون، والمشكلة في الجص، وبعضها يحوي على قرون طبيعية وعملاقة مفتوحة، وهناك أجنحة مفتوحة لكائنات طائرة اللي هي النسور بشكل خاص، وهذه النسور تهجم على رؤوس بشرية وتأخذ أو تقتلع الرؤوس بشكل خاص وتصعد بها إلى الشمس، كما هي الصورة أو التصور أن الإنسان يلتحق من خلال رأسه أو جزء من جسده مع الشمس ليشرق معها في اليوم الثاني. هذا كان تصورهم عن الخلود. إذن هذه المنطقة ظهرت أيضا هناك صور لحيوانات الفهد بطريقة النحت النافر أو البارز، وظهر معبد بدائي لكنه نسميه شرن، اللي هو معبد أولي. هذا المعبد الأساسي، هذا المعبد الأساسي يلخص لنا مجموعة من الرموز الدالة على الخصب. لاحظ، هذا هو إجمالا، هذا هو قوس الزراعة، قوس الزراعة الذي يمتد من علي كوش في إيران حتى منطقة أريحة في فلسطين وعين غزال في الأردن مقابلها تقريبا، ليصل في قمته إلى كوبكلي تبة ومناطق جرمو وكتل حيوك أو شطل حيوك كما قلنا قبل قليل. ولكن السؤال، هل بقيت الزراعة في هذه المناطق، في هذا الكريسنت، في هذا الهلال الخصيب؟ لا طبعا، انتشرت إلى العالم بأكمله. وهذا هو أو هذه الخريطة توضح لنا كيف أن الزراعة من مواقع الميزوبوتامية العليا انتشرت إلى العالم بأكمله، انتشرت شرقا وغربا، فظهرت في وادي النهر الأصفر في الصين في حدود 4000. لاحظوا اختلف الزمن، يعني 4000 حتى وصلت إلى الصين، في حين وصلت إلى مصر 5000. بالمناسبة هذا الفارق الزمني سيؤثر على بدء ظهور الحضارة فيما بعد، ولهذا نشوف حضارة الصين ظهرت قليلا متأخرة عن حضارة مصر، وحضارة مصر ظهرت قليلا متأخرة عن حضارة وادي الرافدين، وهكذا ثم إلى الهند وأوروبا من الشرق الأدنى في حدود 3000. في الهند 3000 وصلت، وخصوصا ظهرت أيضا في بلاد أوروبا، يعني بحر إيجا تقريبا، مناطق قريبة من اليونان، ومنها جزيرة غريت ظهرت في 3000. هذا ما يفسر لنا تعطل ظهور الحضارة في بدايتها في بلاد الغرب بأكمله، لأن الزراعة التي قد نستهين بها كمنجز، الزراعة هي التي وصلت متأخرة. كلما كانت الزراعة مبكرة
ستكون الحضارة مبكرة أكثر في ذلك البلد. الآن السؤال الحيوي والمهم والذي حير العلماء، من هو الذي اكتشف الزراعة؟ المرأة هي من اكتشف الزراعة. لماذا؟ لأنها حين كانت تبقى في الكهف ترعى صغارها في غياب الرجل الصياد، كانت تدخر الحبوب والطعام الذي كانت تجمعه من الطبيعة حولها. وربما حدث ذات مرة أن خزنت المرأة الحبوب في حفر سطحية تحت الأرض فظهرت النباتات، وهذه عملية قريبة من الولادة، كأن الأرض أنجبت أطفالا هم عبارة عن هذه الزروع الصغيرة التي زرعتها المرأة. فالمرأة ثم الرجل قارنوا بين استنبات المرأة للزرع وولادتها، فظنت المرأة وظن الرجل أن الأمر ينطوي على قوة خصب في يد المرأة وفي جسدها وفي جسمها بشكل عام، لأنها تحمل قوى الخصب ولأنها القادرة دون الرجل على إطلاق هذه القوى في الكون كله. ومن هذه النقطة تحديدا أصبحت أول الآلهة أنثى، وهي الإلهة الأم Mother Goddess التي مثلت بتماثيل لنساء خصبات الجسد يمثلن قوة عليا استثنائية. لاحظوا التداعيات. إذن المرأة اكتشفت الزراعة وتكون مجتمع أمومي، تكون هذا المجتمع أول مجتمع بشري تكون، لأن لأول مرة خرج الإنسان من الكهف ومن المستوطنات الصغيرة هنا وهناك أمام الكهوف ليكون منازل، بيوت. أول مرة تتكون البيوت هنا، وهذه البيوت المتلاصقة مع بعضها كونت قرى، وهذه القرى كونت ما يسمى بالكوميونيتي، يعني مجمع اجتماعي صغير، كوميونة احنا نسميه يعني هذه الكوميونة او المجمع المجتمع الصغير اللي ما كان يتجاوز احيانا 100 شخص، احيانا 200، يعني قرية جرمو على سبيل المثال 250 شخص فقط. لكن إذن هي كوميونيتي وليست سوسايتي. السوسايتي سينشأ مع المدينة في عصر الكالكوليت، وسنأتي في يوم من الأيام على مناقشة متى تكون، يعني متى ظهر المجتمع، المجتمع بمعناه العلمي الدقيق وليس بالمعنى الإنشائي. إذن الكوميونيتي ظهر مع الزراعة، مع القرى، مع الفلاحين. أما السوسايتي فقد ظهر مع المدن، وسيظهر هذا في وادي الرافدين لأول مرة فيما بعد. كانت العشيرة هي الأساس. الآن لاحظوا المفارقة، العائلة أصبحت هي الأساس، فاميلي وليس العشيرة. والعائلة التي كانت تكون من ربة بيت ورب بيت وأولاد هي التي كونت المجتمع الزراعي الصغير، وهذه كانت يعني بداية لتنظيم جديد. إذن تجاوزنا العشيرة. لاحظوا معي أن العشيرة هي لها علاقة بمجتمع الصيادين عصور ما قبل التاريخ. إذن كم هي بدائية؟ العشيرة تنظيم بدائي جدا للإنسان. وحتى عندما انسحبت العشيرة على المجتمع الفلاحي هي ما زلنا في الكوميونيتي، وليس لا تشكل مجتمع، بالعكس تشكل مجتمعات صغيرة متحاربة، لا تشكل مجتمع بالمعنى العام. لاحظوا النيوليت في حدود 8000 قبل الميلاد، هذه جرمو، البيوت الأولى في جرمو، السقف الأول لأول بيت يضم العائلة. والمكان الواسع هذا اللي تشوفونه هو الحقيقة مكان للحيوانات التي كانت تربى، وهناك خارج المكان يعني تلال من الحصاد وإلى آخره. جرمو أول البيوت ظهرت في جرمو، وكانت هذه البيوت منازل مستطيلة متعددة الحجرات مصنوعة من الطين، وفي بعض الأحيان كانت تقام
المنازل تقام منازلهم على أساس من الحجارة والأرضية ومن سعف النخيل، وكانوا يزودون هذه المنازل بأفران للخبز وأحواض للغسيل. هنا ليس فقط أول مجتمع، وليس فقط أول إلهة، وليس فقط أول كوميونيتي، إنما هناك أول أدوات للزراعة، المطحنة على سبيل المثال، استخدموها في صناعة بعض في صناعة يعني يعني من الزراعة استخدموا صناعة الحلي، ظهرت في هذه المرحلة، الثياب ظهرت في هذه المرحلة. يعني هي مرحلة حقيقة يعني تتضمن إنجازات بشرية كثيرة جدا، وظهرت هذه الأدوات الزراعية البسيطة كالطواحين الصغيرة، أول الجرار اللي هي تستخدم للسقي وتستخدم للخزن، لخزن الحبوب، وكانت هذه الجرار مزينة ومزخرفة. وهنا بدأ الفن ينتقل من الصخور والأحجار والكهوف على الأدوات هذه المرة، لأن الجرار بدأت تتزين بالكثير من الخطوط المنكسرة والملتوية، وهكذا بدأ الفن ينمو. ما هي المزروعات الأولى؟ ماذا زرع الإنسان حتى أغرته هذه العملية لأن يستمر؟ يبدو أن القمح هو أول المزروعات الذي انتقل من الموطن الأصلي في جنوب غرب آسيا، على يعني انتقل إلى البحر المتوسط، وانتقل أيضا إلى مناطق أخرى في جنوب غرب آسيا، وانتقل إلى مصر أيضا. لكن هذا الدومستيكيشن للقمح بدأ في القرى الأولى، ومنها قرية جرمو. أقدم آثار الشعير التي عثر عليها وجدت في جرمو كما قلنا. الشعير أيضا، يعني إذن القمح والشعير هما أول المزروعات في هذه المنطقة. الثقافة الزراعية أنتجت لنا ثقافة الإله الأم، وهذه الأنواع التي ترونها من الأواني الفخارية والمطاحن الصغيرة والأدوات والمايكروليث والإله الأم، تماثيل للكلاب، تماثيل للحيوانات المدجنة. الآن خطت الأم خطوة ثانية جديدة بظهور الثقافة الثانية بعد جرمو، وهي ثقافة الصوان. سميت على اسم تل الصوان في هذه المناطق، وهناك غزارة كثيرة جدا بدأت تظهر للآلهة، تماثيل الآلهة الأنثوية بشكل خاص، وأحيانا نجد آلهة ذكرية، لكن الآلهة الأنثوية كانت هي المسيطرة. والحقيقة تماثيل الإله الأم انتشرت في المنطقة بأكملها كما تشاهدون في هذا السلايد، تماثيل مختلفة الأنواع وكلها تميل إلى البدانة، يعني المرأة بدينة لها أعضاء أنثوية واضحة وكبيرة، باعتبار أن الخصب والتكاثر هو الأساس يعني في هذا الموضوع. هذه ثقافة الصوان التي تحدثت عنها، ثقافة جديدة. كان هناك تغير في بيوت السكن، وتغير في أشكال الإله الأم، وتغير في العادات والتقاليد، وتغير في الزخارف. ثم ننتقل إلى الثقافة الثالثة، وهي ثقافة حسونة التي المرأة ما زالت فيها بدينة. وفي حسونة نحصل الحقيقة أول مرة على تمثال، على رسم كامل لوجه بشري، رسم وليس نحت. لكن نحصل أيضا هنا في هذه المرحلة نحصل على الزخارف الهندسية الواسعة والكثيرة جدا، زخارف مثلثة وزخارف دائرية وعلى الجرار وإلى آخره. هذه ثقافة حسونة أيضا. هذا هو الوجه الفلاحي، أول مرة فلاحة ترسم على عنق جرة، ويعتبر هذا الرسم في غاية الأهمية، لأنه لأول مرة هناك ملامح
محدده العيون والخدود المجرحه بهذه الاشارات والشعر المسترسل، هذه هي ثقافه حسونه. وطبعا الجسد الناتئ وكبير الاعضاء كما تعرفون، هذه ايضا ثقافه حسونه. لاحظوا هذا الجسد المتحرك، الجسد اللي فيه اذرع مقطوعه، كانه يعني انا كلما انظر لهذا الجسد اتذكر اليونان، تماثيل افروديت المقطوعه الاذرع. هاي ظهرت في حسونه في حدود 6000 قبل الميلاد، يعني قبل ظهور الاغريق اصلا، يعني ولا حتى يعني عصورهم الحجريه الحديثه. ثم نذهب الى بيوت حسونه هذه المره. الان انتقلنا من التماثيل الى بيوت نموذجيه جدا. يعني هذا الجملون الذي هو شائع الان في اوروبا والغرب بشكل عام، هذا بدا الحقيقه في بيوت حسونه بالدرجه. احنا شفناه الى حد ما موجود في بيوت جرمو وبيوت الصوان طبعا، لكن في بيوت حسونه اصبح منتظما وواسعا. اصبح هناك بيت رئيسي وعلى جانبه بيت ثانوي صغير، وهناك حظيرة للحيوانات كما تشاهدون في هذا الشكل. وفي ثقافة سمرة نفس الشيء تستمر الأمور، ونشاهد في هذه المرحلة انتعاش الرموز وثقافة زخرفة الرموز، حيث تشاهدون المندالة اللي هو شكل الدائري الذي له مركز، وأشكال السواستيكا التي هي الصليب المعقوف الدال على شكل المرأة وهي منطرحة. هذه رموز تعبر عن المرأة بشكل خاص، وهذه الرموز الحقيقة انتشرت انتشارا واسعا في منطقة، يعني نجدها في تشاتل حيوك ونجدها في ثقافة بالمناسبة ثقافة تشاتل حيوك ثقافة أناضولية موازية لثقافة سمرة بالضبط، والرموز حتى مشتركة تكاد تكون في المنطقتين. لاحظوا ثقافة سمرة هي آخر ثقافة زراعية نيوليثية، كان أهم منجزاتها أنها أنتجت هذه الرموز. لاحظوا رمز الصليب المعقوف في قلب هذين الشكلين، ولكن مختلف. الشكل اللي على اليمين رمز كما هو، الشكل اللي على اليسار الرمز كما هو، ولكن في نهاية كل ذراع يد أو يد على شكل صليب. وهنا الحيوانات التي مثلت فيما بعد بالإلهة الأم، يعني عندنا الأسماك والطير والسمكة والعقرب. العقرب والسمكة هذه كلها، والأفعى طبعا، الأفعى أيضا تمثل لكن ما متوفرة فيها. هذه كلها كانت كائنات رمزية للإلهة الأم المذر جاديس. السلايد الأخير تقريبا هي ثقافتا سامر. لاحظوا الموقع الدقيق لثقافة حسونة سامراء اللي في اللون الأخضر كما تشاهدون، والصوان تحتها تل الصوان اللي تكلمنا عنه. ونشاهد أول ثقافة سننتقل لها إلى العصر الحجري النحاسي اللي هي ثقافة حلف، حيث يسود الرجل وحيث يبدأ الانقلاب الذكوري. لكن هذا اللون الأخضر هو آخر ثقافة حجرية أنثوية زراعية اللي هي ثقافة سامرة، والتي كانت برفقتها ثقافة حسونة. أشكركم جدا على هذا الإصغاء، وستكون المحاضرة القادمة هي بداية الأساطير.